كنا نرسم حياة متلونة، لقى من غير معاد نحلم سوا، بينا نملى الحياة ضحك وغنى، نهرب نتوه نهرب ساعات مع بعضنا، بينا نجري والفرح يضمنا والحزن بعد وتاه عن قلبنا، بيتنا هو كل باب مفتوح لنا، نعيش فيه الحياة طول عمرنا، حلم بين ايدينا ما بينتهيش، دنيا طايرة بينا لازم نعيش، حلم بين ايدينا ما بينتهيش، دنيا طايرة بينا لازم فات لسه باقي كتير حاجات عيشها معانا حاسه هوانا، احنا شمس النهار حلم عاشق الانتصار عالي ونانا والناس سمعنا، بينا نتحدى الظروف ننسى اي خوف ونعيش سوا اجمل الحياه، احنا نفضل زي ما احنا، احنا نعدي اي محنه، مصر لينا احلى بينا، بينا نملى المكان احساس بالفرحه وبالامان، في القلب ضحكه رسمنا سكه ننجح ونكبر في الحياه، مع بعضنا يعيش حلمنا طول الحياة. مبادرة مصر بينا زي ما شفنا، مصر بينا بكرة أحلى، مبادرة لتدريب ونشر ثقافة العمل التطوعي، وكمان فكرة إزاي يعني أكون نفسيا وتربويا عدد من الناس اللي ممكن يساهموا في حماية الأطفال وتقديم الرعاية الاجتماعية بشكل كبير ليهم. المبادرة دي استطاعت الفترة الأخيرة أنها تدرب حوالي 800 متطوع على سياسات حماية الأطفال وإزاي تأهيل أو التعامل النفسي مهم جدا، المدخل النفسي ده مهم جدا مع الأطفال في دور الأيتام أو حتى في الملاجئ المنتشرة. الفترة الأخيرة احنا للأسف الشديد شفنا شوية أخبار كده مؤسفة وصادمة جدا، انتهاكات بتحصل في بعض الملاجئ ضد انتهاكات جسدية ونفسية ضد أطفال الأيتام وغيرهم. لا، محتاجين نتعامل معهم بشكل مختلف وبشكل علمي وتأهيل نفسي واجتماعي حقيقي. هنعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة دي، إيه اللي حققته، بتهدف إلى إيه، فكرة كمان الشراكة ما بين المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي لنشر الثقافة العامة، إزاي أتعامل مع الطفل، السؤال الأهم إزاي أتعامل مع الطفل، ده سؤال مهم جدا. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ أحمد سامي مدير مبادرة مصر بينا بكرة أحلى إن شاء الله. صباح الفل عليك. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك. مبادرة محترمة جدا، يمكن أنا مقتنعة قوي بفكرة إن الإحساس بالأمان أو الاستقرار ده لازم يكون عند الطفل من هو صغير، لأن لو ما شعرش بيه وهو صغير هيطلع إنسان مهزوز لما يكبر، وفي نفس الوقت لو كان بيعامل بشكل فيه عنف زي ما إحنا للأسف زي ما محمد بيقول في بعض الحالات كنا بنسمع، ده بينتج لنا في المجتمع شخص مريض أو شخص هيطلع بعد كده مستقبله معروف، يعني سواء ممكن يروح بقى يبقى مجرم أو أو أو. فمهم قوي التأسيس من الشخص وهو طفل. عندنا أزمة
عندنا أزمة إلى حد كبير، وأعتقد دلوقتي في خطوات كتيرة بتتخذ. وزارة التضامن عاملة شغل بصراحة محترم جدا، يعني في اهتمام من الدولة، وفي نفس الوقت الثقافة اتغيرت شوية، بقت في ناس كتير برضو مهتمة بزيارة الأطفال في دور الأيتام وغيره. خلينا نفهم من حضرتك بالظبط المبادرة، أو مزيد من تفاصيل عن المبادرة، وفي نفس الوقت الناس بتتفرج علينا مهتمة بس مش عارفة إزاي تروح، مش عارفة إزاي تساعد، يعني خلينا برضو نساعدهم إن هم يقدروا يتواصلوا. تمام، هي كانت فكرة المبادرة زي ما حضراتكم كده اتكلمتوا، ان احنا عندنا مؤسسات الايتام، مؤسسات الرعاية بشكل عام فيها مشاكل كتير جدا. المؤسسات دي موجودة في مصر حوالي 60 سنة، ما لهاش معايير معينة للجودة تلتزم بيها، كانت ماشية بشكل قديم شوية، ما حصلش فيها تحديث وتطوير مع الوقت، السعة بتاعتها ابتدت تزيد وهكذا. فجينا الوزارة جت في سنة 2014 عملت معايير للجودة لدور الأيتام، وعملت تقييم لكل مؤسسات الأيتام، ودي كانت خطوة رائعة جدا ان احنا نعرف احنا فين اصلا، احنا فين على الارض. وابتدينا نحط بناء على التقييم دوت مجموعة من التدخلات او الوسائل اللي من خلالها نقدر نتعامل مع الحاجات اللي ظهرت لنا في التقييم. وقلنا طيب احنا عندنا المشكلات ديت، وعندنا المتحملين مسؤوليتها كوزارة، والمتحمل مسؤوليتها إدارات المؤسسات ديت، احنا لوحدنا في المشكلات دي بقالنا فترة كبيرة، ويعني نجحنا في بعض المشكلات وفي بعض مشكلات تانية لسه بنحاول فيها، بس المجتمع ليه دور، وخصوصا زي ما حضرتك تفضلتي ان في ناس كتير حابة ان هي تروح وتزور ويبقى ليها مساهمات فابتدينا نقول طب خلاص احنا عاوزين نجمع الجهود دي بشكل يبقى كله بيصب في الهدف النهائي بشكل شوية منظم وبشكل علمي. فعملنا مبادرة بينا، قلنا احنا عاوزين الشباب والناس اللي بتحب تتطوع في مؤسسات الأيتام، بس عاوزين نجيبهم ونبتدي نعمل لهم مجموعة من التدريبات والتوجيه ان هو ازاي يقدر يتعامل مع الفئة دي بشكل علمي وبشكل يعني اكثر حرفية شوية، بشكل ان هو كمان ما يضرش. تمام، لان في بعض الممارسات ممكن تكون بتضر مش بتفيد غصب عن الواحد، ممكن طبعا هو نيته خير بس هو مش فاهم مش متخصص فممكن يفيد. فحبينا ان احنا نحط زي اطار كده منظم للموضوع ويبقى في شكل يساعد على الوصول للمصلحه الفضله للطفل. طب ده مهم جدا وخطوه كويسه جدا، بس قبل الخطوه دي يعني فكره التطوع والعمل فيها، عايز ارجع للناس اللي شغالين فعلا دلوقتي داخل دور الايتام دي، ولانه كتير منهم مش متخصص، كتير منهم مش عارف ايه الخلفيات النفسيه والاجتماعيه بشكل علمي عشان يتعامل مع الطفل. دول عامل معاهم ايه؟ لانه للاسف الشديد الانحرافات اللي بتحصل بتيجي من اللي شغالين اوريدي يعني في الاماكن ده، سواء دار ايتام او غيره، وما فيش متابعه حتى دوريه ليهم. يعني ما اعرفش ممكن يبقى كويس قدامي الشخص القائم على الخدمه، لكن بعد فتره يحصل له حاجه نفسيه فبالتالي الاذى بيقع على الطفل. دول اعمل معاهم ايه الاول؟ طيب هو زي ما حضرتك تفضلت ان هو في بعض الدور، احنا عندنا في مصر 472 دار ايتام، تمام، ده عدد كبير جدا. في بعض الدور اللي ابتدت تظهر لنا خلال الفترات الاخيره فيها مشاكل، ممكن يكون من الاستاف اللي موجود او الهيكل الوظيفي اللي موجود. عشان كده احنا عندنا محور كبير قوي في معايير الجوده اسمه كفايه وكفاءه العاملين، ده بنركز فيه على تقييم الناس ديت ونشوف هم محتاجين ايه. وبناء على التقييم دوت عرفنا مستوى الناس، وابتدينا ابتدت الوزاره تحط مجموعه من التدخلات وشغاله فيها الادارات بتاعه الوزاره والمديريات وهكذا. واحنا كمبادره بينا برضو بنساعد ان احنا يكون لينا دور في المجال دوت، ان احنا من خلال تواصلنا مع الجمعيات الاهليه الثانيه ومنظمات المجتمع المدني بيحصل متابعه، يعني بتروحوا تشوفوا كل فتره ايه اللي بيحصل جوه بالظبط. احنا مش بس بنشوف ده، احنا كمان خلال تواصلنا مع المجتمع بنحاول نوفر لهم الاحتياجات بتاعتهم من تدريبات او ورش عمل او حتى برامج ممكن تكون تساعدهم في تنميه الاطفال. فعملنا لهم اكتر من حاجه تساعد في الموضوع. انا بس عندي سؤال استاذ احمد، دلوقتي حضرتك بتقول 472 دور ايتام صح كده؟ كويس، في كم اخصائي اجتماعي؟ لا هو عدد كبير، عدد كبير قوي. هي دي النقطة، بغض النظر عن الرقم المحدد، ولكن من الأخصائيين الاجتماعيين دول كم واحد عنده القدرة إن هو يتعامل أصلا مع الطفل؟ الفكرة مش بشهادات، لأن احنا شفنا نماذج كتيرة جدا لأخصائيين اجتماعيين في المدارس بيتعاملوا بالشيء لا آدمي مع التلاميذ، حتى لو يعني اللي أنا أعرفه في الدول الأخرى واللي المفروض عندنا كان برضو، ان انت بتتكلم حتى لو طفل او تلميذ اتصرف تصرف غلط ما ينفعش ان انت رد فعلك يكون عنيف او نفس الليفل يعني. ف
كم شخص من دول فعلا عنده القدره ان هو يتعامل؟ لان دي نقطه مهمه جدا. الموضوع مش بشهاده زي ما كنت بقول لحضرتك. طيب احنا يعني عشان نبقى عمليين ما حبيناش نحكم بعينينا، وخلينا يبقى في معايير واضحه زي ما قلت لحضراتكم هي اللي تحكم. فلقينا ان احنا عندنا معظم الدور في المنطقه اللي هي ما بين جيد فيما اعلى، يعني عدد قليل اللي هو امتياز اللي هو رقم واحد، وعدد برضو ضعيف، ومعظم الدور اللي هي في الشريحة بتاعت جيد. وابتدينا نبص برضو اكتر على العاملين، لقينا برضو ان هما مش في مجموعة بنتخذ معهم اجراءات سواء قانونية او ادارية، دول بيستبعدوا خالص، اللي هم زي ما حضرتك بتقولي ممكن يكون في عنف، في اعتداءات، في الكلام ده. بس في مجموعة هو عارف شغله بس زيه زي اي حد، محتاج ان هو دايما يكون في بلدن كباستي، يكون في بناء قدرات. بس التقييم ازاي بتقدروا تعملوه؟ بمعنى ان دلوقتي ممكن يكون في مثلا دار ايتام معين، في بعض المدرسين او الاخصائيين الاجتماعيين اللي بيشتغلوا وهم اصحاب، مثلا بحاول بس ادي حضرتك صوره ممكن تكون موجوده، بيشتغلوا مع بعض هم اصحاب فبيقيموا بعض مثلا بشكل معين. ايه المعيار الحقيقي اللي اقدر عليه اقيس جوده هذا الشخص من عدمه؟ هي دي النقطه. هل في كاميرات مراقبه؟ هل في رقابه بتروح مثلا في ناس جوه ما يعرفوش هم تابعين مثلا؟ يعني عايزين لا هو بس خليني اقول، يعني ايه الجزئيه دي مش انا المختص بيها قوي، بس خليني اقول ان هو الوزاره هي مشرفه على دور الايتام. يعني في ناس مش هم بيقيموا بعض جوه الدار، لا، في ناس من الوزاره بيروحوا بشكل مستمر بيتابعوا مع الاولاد وبيتابعوا مع الاداره. في عندنا كمان فريق اسمه التدخل السريع في الوزاره، الفريق دوت يعني بيسالوا الاطفال مثلا. طبعا بيقعدوا لما بيروحوا بيبقى في مشكله بيقعدوا مع الاطفال وبيسالوهم وبياخدوا منهم، ولو لقيوا ان هم محتاجين يقعدوا مع الاطفال اكتر من مره بيقعدوا. انت عارفه يا استاذ احمد، مش بس الاطفال، ده احنا الى جانب الاخصائي الاجتماعي ده محتاجين الاخصائي النفسي كمان. أيوة. لانه في مشكله كبيره جدا في التعامل مع سيكولوجيه الاطفال، وده اللي بينتج لنا في الاخر الحاجات المرعبه اللي احنا بنشوفها، قصص التعذيب والضرب وغيره. هل بيحصل، وده سؤال بقى، هل بيحصل يعني كشف دوري، كشف بمعنى كشف النفسي للناس اللي شغاله دي؟ لانه ممكن اكون النهارده سوي جدا، ممكن لاي ضغوط في حياتي الاقتصاديه وحياتي المعيشيه يحصل لي اي انحراف فينعكس على الاطفال الموجودين فاتعامل معاهم بعنف. فمدى التاهيل او الكفاءه النفسيه للعاملين في دور الايتام، هل بيحصل كشف دوري عليها ولا لا؟ طيب احنا بنركز مع حضرتك على النقطه دي لانها نقطه اساسيه لو احنا بنتكلم في بنى. يعني اكيد احنا زي ما قلت لحضرتك الوزاره ليها دور ان هي بتعمل متابعه دوريه، واحنا بقى كمبادره بينا لينا دور ان احنا متطوعين بتوعنا موجودين في الدور على طول مع الاولاد، بيقدروا يلاحظوا لو في اولاد عندهم اي نوع من انواع عدم الاستقرار النفسي مع الوقت. هو بيروح مثلا مرتين ثلاث مرات في الاسبوع، فبيبتدي يلاحظ في معاه 10 اولاد في واحد عنده عدم استقرار، فبيبتدي بقى يقول لنا في طفل عنده كذا كذا كذا، نبتدي احنا نتواصل مع سواء اخصائيين نفسيين من بره او مستشفيات ونبتدي نشوف الحاله ديت. وكمان بيقول لنا لو هو لاحظ اي حاجه غير طبيعيه من الاخصائيين الموجودين في الدور، عدم كفاءه او كده، بيقول لنا والله انا لاحظت الدار دي محتاجه اخصائي نفسي كمان، العدد الاخصائيين اللي فيها قليل، فاحنا نبتدي نشوف ازاي نقدر من خلال مبادرات تانية ومشاريع تانية عندنا في الوزاره نساعد الدار ديت ان هي نوفر لها استاف او اخصائيين نفسيين. طب اللي بيتابعنا دلوقتي وحابب الفكره، حابب ان هو فكره برضو العمل هنا التطوعي، ثقافه عمل تطوعي، وعجبان ان هو عايز يشارك في الحي اللي هو عايش فيه في دار ايتام، يعمل ايه؟ يروح فين لمبادره بينا؟ ايه طبيعه الحاجات اللي انتوا هتقدموها له كمان من ورش عمل وتدريب؟ فاي حد مثلا حابب يخش في الموضوع ده يعمل ايه؟ طيب احنا عندنا مبادره بينا بنشتغل على مجموعه برامج خلال السنه، عندنا برامج في مجال الدعم النفسي والتربوي. يوصل لكم ازاي؟ انا سؤالي يوصل لكم ازاي؟ يوصل لنا من خلال الفيسبوك بيج بتاعتنا مبادره بينا انيشيتيف، تمام؟ هيدخل هيعمل سيرش على مبادره بينا، هتظهر له البيج، هيلاقي فيها البرامج اللي احنا شغالين عليها، برامج في مجال الدعم النفسي والتربوي. على الهواء دلوقتي، على الستراب، على الهواء دلوقتي مكتوبه. هيلاقي برامج رياضيه، برامج فنيه، دعم نفسي وتربوي، برامج تعليميه، يشوف هو ايه المجال اللي هو حابب وشايف ان هو عنده مهاره فيه يقدر يفيد الاولاد فيه، هيجي لنا واحنا كمان هنديله تدريب على الاقل خالص 3 او 4 ايام في المجال دوت، علشان نقول له يعمل ايه بالظبط مع الاولاد وازاي يتعامل معاهم، ازاي يقدر ان هو يوصل لهم الحاجه اللي هو 472 دور ايتام ده فين؟ يعني في القاهره ولا على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه غالبا نسبه 70% في محافظات القاهره الكبرى، القاهره والجيزه واسكندريه والقليوبيه. طبعا بقيه المحافظات بقى اعداد اقل. يعني
هنرجع بعد الفاصل نتكلم عن المحافظات لان برضو ده مهم جدا يعني. بس نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. رحب بحضراتكم مرة تانية. كنا قبل الفصل بنتكلم مع أستاذ أحمد عن برضو المحافظات وحظها من دور الأيتام، وهناك برضو هل في إمكانيات ولا لأ، هل في متدربين بيتعاملوا مع الأطفال ولا لأ، هل في ناس بتروح أصلا تتطوع ولا لأ. خلينا نعرف وضع المحافظات من حضرتك برضو أستاذ أحمد، ده مهم جدا لأن للأسف إلى حد ما معليهاش تركيز. تمام. إحنا مبادرة بينا ابتدينا في شهر 6/2015، طبعا ابتدينا في القاهرة الكبرى كبداية، ومع الوقت ابتدينا نتوسع في المحافظات. إحنا حاليا موجودين في 8 محافظات: القاهرة، جيزة، اليوبية، اسكندرية، المنيا وبني سويف والغربية والمنوفية، بحيث ان احنا زي ما حضرتك بتقولي نقدر نغطي ونستكشف ونعرف الواقع في كل المحافظات ديت. لقينا ان فعلا في شباب كتير جدا في المحافظات زي القاهرة عاوزين يتطوعوا وعاوزين يخدموا، في نقص في الخدمات في المحافظات ديت بشكل ما، فابتدينا ان احنا نشوف احتياجات المؤسسات في المحافظات ديت ونبتدي نعمل لها او نصمم لها مجموعة من البرامج ندرب المتطوعين علشان ينفذوها مع الاولاد، ولقينا استجابة عالية جدا سواء من ادارات الدور او حتى من الاولاد. لقينا في مواهب كتيره جدا عند الاطفال نفسهم ان هم تستغل بشكل اكبر. يعني الثقافه دي موجوده في المحافظات ايضا، نقدر نقول ثقافه التطوع موجوده، وكمان دور الايتام بترحب ان هي الناس تساعدها. هل بتقدموا اي حوافز؟ يعني هو عمل تطوعي من الاول للاخر يعني بالزبط. لكن فكره برضو انا كشاب بقعد باخد دوره تدريبيه وبروح في دار ايتام وبقدم الخدمه التطوعيه دي، مفيش حوافز ما ممكن تقدموها للشاب ده او الشابه اللي هي بتعمل كده؟ شهاده معينه برضو، فكره انه ممكن يبقى توصيه ليه لما يروح يشتغل في اي مكان تاني انه عمل خدمه لمجتمعه وخدمه في الحوافز دي ولا لا؟ اكيد احنا من خبرتنا في سوق العمل والشباب تحديدا تعامل مع الشباب لقينا ان لا، لازم فعلا يكون في حوافز، وهو ده اللي احنا بنعمله بالظبط. ان احنا التطوع بيساعد جدا اي حد ان هو يبني الكارير بتاعه ويكتسب خبرات ويكتسب مهارات. بجانب كده لازم يكون يعني في حاجه من رأت كلامك بيكسب يعني شخصيتك، بيبني شخصيتك بالظبط بصرف النظر عن اي حاجه. هو انا كنت هقول كده، هل احنا في حاجه فعلا ان احنا ندي دعم ولا لا؟ هي دي انه او حافز يعني، هل انا لازم يعني ادي الثقافه للشخص ان هو انت عشان تتطوع هتاخد حاجه مقابلها، ولا الفكره ان انت لازم تتطوع عشان ده عمل جيد؟ يعني مش حافز مادي في حاجه، مجرد حتى ان انا لو راح اشتغل في اي مكان تاني ان ده حد بيقدم خدمه مدنيه للمجتمع، يعني فكره مهمه. بالظبط، هي دي الفكره اللي احنا بنشتغل عليها، ان هو انا كمتطوع مش هاخد فلوس وفي وقت هيضيع وفي مجهود، هو مش هيضيع طبعا، هو انا بساعد المجتمع بتاعي وبساعد بلدي بستثمره بالظبط. بس برضو احنا بنقول المتطوع مش بس كده، ده انت في عائد بيعود عليك، العائد ده بيتمثل بتكتسب مهارات جديده، بتكتسب معارف جديده، بتعمل علاقات جديده ممكن تساعدك كمان في الكارير باث بتاعك. وبالاضافه لكده احنا كمان بنديك الحاجه اللي تساعدك. كتير من الناس بتحب تقدم على منح مثلا في جامعات سواء جوه مصر او بره مصر، بيطلب منه ان هو شهاده ان هو تطوع عدد معين او مارس مجموعه من الانشطه والمهارات اثناء دراسته الجامعيه، فاحنا بنساعده في كده طالما هو ملتزم معانا وطالما فعلا شفنا منه التزام، فبنساعده بنديله شهاده بتقول كده. كل فتره بنعمل تكريم للمتطوعين وبنديهم الشهادات تقدير علشان برضو يكون في شكل من اشكال، احنا عايزين العدد يزيد. يعني احنا حضرتك على حاجه بره بيعملوا يعني في امريكا او بعض الدول بيبقى في مثلا حد اتحبس او يعني عليه حكم وفي عقوبه بيقضيها، بيبقى في حاجات تانية بتبقى مثلا زي يعمل خدمه مجتمعيه ان هو يروح يعلم اشخاص او يشتغل في مكان في دار ايتام او دار مسنين او غيره، هل ممكن وزاره التضامن تتعاون في حاجه زي كده ان هو يبقى في خدمه مجتمعيه اجباريه بقى على بعض مثلا المسجونين او غيره، ان هم قبل ما يتم اطلاق سراحهم ان هم يكونوا عاملين حاجه زي كده؟ يعني هل ممكن دي تتم بس يعني بشكل اجباري؟ انا يعني مش عارف الموضوع، اكيد في تفاصيل اكتر تبقى مع وزاره الداخليه في الموضوع دوت، فمش عارف مدى امكانياته. بس اللي احنا بنعمله كمبادره بينا احنا مركزين مثلا على المدارس والجامعات، بنركز ان احنا ممكن بنتواصل معاهم ونخلي التطوع دوت جزء من
مثلا الدراسه العمليه ليهم، يعني مثلا لو هو في كليه تربيه، في كليه خدمه اجتماعيه، في كليه اداب علم نفس، بيبقى محتاج ان هو تدريب عملي في بعض الاحيان. ده موجود فاحنا فعلا بنمده بشكل في المقررات او الحاجات الدراسيه لمعاهد الخدمه الاجتماعيه مثلا. في معاهد يعني تركيزها على الخدمه الاجتماعيه بالظبط كده، ده موجود يعني زي مشروع تخرج ان هو لازم يعمل كده، هو لازم يشتغل. فاحنا بنساعدهم في الموضوع ده، بنركز كمان على المدارس الثانوي حاليا، ان احنا عاوزين برضو نشجع ثقافه التطوع عند الولاد في المرحله ديت وهو لسه شخصيته بتتكون. فبنحاول ان احنا نتواصل معاه. انا عايز ارجع معاك بس لفكره ازاي واجه الانحرافات اللي بتحصل، وهي مش عايزين نقول ظاهره لكنها من وقت للتاني لما بنفتح الجرايد ونشوف اخبار بنسمع خبر عن انتهاك جسدي هنا او تعذيب او غيره او ضرب، اشكال كتيره او انماط كتيره. هنا الجدل يا فندم ما بين مين المشرف، مين اللي يقدر يسحب الرخصه والصلاحيه. هنا بعض الدور الايتام بتبقى تابعه لجمعيات اهليه، وهنا بنبقى خاضعين لقانون الجمعيات الاهليه، وفي وزاره التضامن الاجتماعي اللي هي المفروض مشرفه على الجمعيات دي. الاشتباك ده ازاي بيتفك، وازاي انت تقدر لما تشوف خطا هنا او انحراف هنا انك انت توقف دور ايتام؟ ومعلش سؤال بسؤال تاني، هل وقفتوا دور ايتام كتير الفتره الاخيره، او الرقم مثلا ممكن تقوله لنا؟ اوكي، احنا كمبادره بينا يعني مش مختصين قوي ان احنا نوقف او نوقف دار ايتام، بس احنا اكتر بنركز على فكره المراقبه المجتمعيه. احنا عاوزين المجتمع يبقى بيساهم معانا بجانب الادارات والهيئات بتاعه الوزاره، احنا كمان كمجتمع نقدر ان احنا نراقب ونشوف لما نلاقي ملاحظه. اللي بيحصل ان المتطوعين لما بينزلوا في بعض الاحيان لو هي الدار اصلا عندها مشاكل بيشوف وبيلاقي بيقول لنا، احنا بنبتدي نتواصل مع السلطات المختصه في الوزاره اللي هي الاشراف الفني على الدار اللي هي في ايديها. من حقك ان انت توقف النشاط بتاعك كوزاره، في اجراءات بقى بيحصل بقى الاجراءات، بيحقق في الكلام دوت او رئيس الدار يعني عارف، مش ان هو يتم اغلاقه، يتواصل مع اداره الدار ويقول لهم عندكم كذا. طب لو حسب بقى حجم الانتهاك، هل حاجه ممكن نديهم انذار؟ بعد الانذار بيبقى فيه بقى خطوات تصعيديه، وفي الاخر بيرفع الموضوع لمعالي الوزيره، هي بتشوف بقى اذا كان تسحب الضرر. طيب خلينا نروح نشوف شويه صور معانا دلوقتي برضو. شوف على الهوا دلوقتي، احنا ممكن تجيبها لنا على الوول اللي جنبنا. اضراب ايه؟ المونيتور بعيد. اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. احنا لاحظنا ان ده الموضوع دوت موجود عند كتير من الاولاد، مرض تشتت الانتباه وفرط الحركه، والاخصائي النفسي او الاجتماعي في بعض الاحيان ما بيبقاش عارف، هو فاكر ان الولد شقي وعمال يزعق هايبر شويه يا ابني اقعد ساكت يا ابني مش عارف ايه، وهو الولد محتاج علاج، محتاج علاج يا اما علاج نفسي او في بعض الاحيان بيبقى علاج طبي. نميزه ازاي عن الحركه بتاعه الاطفال الاشقيه يعني بالظبط؟ ازاي عشان كده احنا عملنا الندوات للتوعيه بالموضوع دوت، عشان نوعي الاخصائي ازاي يميز ما بين ان الطفل ده شقي شقاوه عاديه او عنده محتاج تدخلات بقى نفسيه وطبيه او علاج او شكل من اشكال العلاج. فعملنا لهم توعيه، دي كانت بالتعاون مع الامانه العامه للصحه النفسيه، والناس كانوا مبسوطين فيها جدا، واكتشفوا فعلا ان هم بعض عندهم حالات زي كده. جميل. ايه هو برنامج حمايتهم مسؤوليتنا؟ فكرة الحماية او سياسات الحماية للاولاد، ان الاولاد كتير ممكن في المدارس، في مؤسسات الايتام، في الاندية، في اي مكان في تعامل مع اعمار سنية اكبر، ممكن يتعرض لاعتداءات او اساءات وهو مش عارف اصلا دي اعتداء او اساءة. تمام، هو لسه وعيه ما خدش باله ان هو مثلا ده شكل من اشكال التحرش، مثلا شكل من اشكال الاعتداء. فعملنا برنامج بنسميه حمايتهم مسؤوليتنا، بنوعي الاولاد اذا كنت في النادي، في المدرسه، في الدار عندك، ايه الممارسات اللي تحس بيها ان في خطر عليك، يعني وازاي تتعامل مع ازاي تقدر تقول مثلا لأ. يعني ايه هي المسافه الشخصيه اللي لازم تبقى بينك؟ مثلا ان كتير جدا من اطفالنا ما يعرفوش المفروض تبقى ايه المسافه بيني وبين غيري. ما تسمحش لحد ان هو يلمسك بشكل معين، الملابس بتاعتك ما تقلعهاش غير في اماكن معينه والناس معينين. ازاي لو حد طلب منك كده تقدر تقول لا، وازاي ان احنا نقوي شخصيته؟ لا بعد اذنك اقف هنا، مهمه جدا. تمام، وبندربهم على كده بالعاب بوسائل جميله جدا، والاولاد فعلا بتستجيب للموضوع ده. احنا دي بعض التدريبات والورش اللي احنا كنا عاملينها. ده الشباب المتطوع بقى. دي التدريب بتاع اخصائيين اجتماعيين، يعني دول اخصائيين اجتماعيين. ده برضه ندوه على التواصل بالتراحم، ازاي هو الاخصائي الاجتماعي او النفسي يتواصل بشكل فيه اكثر
رحمه مع الاولاد. شايفين شرائح كبيره يعني، في ناس شباب وفي ناس كبار. دول ادارات يعني بيتدربوا وبيطوقوا، في ناس كبار موجودين في الصوره. احنا عندنا مش شباب بس يعني. بالظبط. طب ما دي حاجه كويسه طبعا. ان احنا اغلبهم هنا شباب. دي شباب اكتر. هل لازم يبقى دارسين يعني تخصصات معينه بتشترطوا ده ولا اي تخصص؟ لا، بس انت تبقى في المجال اللي انت عاوز تخدم الاطفال فيه. حبه. وعندك المعلومات الاساسيه اللي فيه. باك جراوند على الاقل. مش شرط تكون دارس، بس ممكن اكون انا مثلا حد مش دارس رياضه بس هو بيحب الرياضه، متابع نفسه ان هو يفيد الناس في الجانب دوت. فاوكي، ما فيش مشكله خالص. طيب برضو خلينا نقول ايه اللي جاي، لان انا دايما بحب اعرف يعني النشاطات اللي جايه. او تمام. احنا خلال السنه دي، خلال سنه 2017، عندنا برامج هننفذها في الدور في اربع محاور زي ما قلت لحضراتكم: التربيه، التعليم، الرياضه، الفنون. دول بننفذهم من خلال متطوعين مقسمينهم على السنه بتاعتنا في ان شاء الله في محافظات الجمهوريه كلها، نتوسع في كل المحافظات. فاحنا اي حد عاوز يتطوع معانا في احد البرامج دي بيخش لنا على البيج بتاعتنا وبيملى. ممكن نعرض مره ثانيه البيج لو نفع على الهوا سريعا عنوان، او ممكن تقوله لنا على الفيسبوك، على الموقع الفيسبوك، على الصفحه بس خلوه بالعربي يعني. اسم المبادره بالعربي عشان في ناس يا جماعه مش العنوان على الفيسبوك بالانجليزي. لا العنوان بالعربي، هيك بالعربي بينا بالعربي هتظهر له على طول. مبادرة بينا. بينا. بينا بس بينا. كده. ب ي نون الف. ده اول جزء، ان احنا متطوعين ممكن يساهموا فيه معانا. الجزء الثاني ان احنا عندنا مجموعه من المبادرات الفرعيه اللي احنا بنستهدف ان احنا نطلقها خلال السنه دي في المجالات اللي فيها مشاكل كبيره. في مؤسسات الايتام ومؤسسات الرعايه بشكل عام كمان، زي التعليم، الصحه، تاهيل وتدريب مقدمي الرعايه من خلال التعاون مع المجتمع، وكمان التأهيل والتوظيف للأولاد اللي في مؤسسات الرعاية اللي هم ابتدوا بقى يخشوا 16 سنة 18 سنة، المفروض ان هو هيفكر في الشغل بس هو ما تأهلش، فاحنا محتاجين بقى نأهله ونبتدي نعمل له ماتشنج وربط مع سوق العمل ازاي يعرف ان هو يتواصل معاه. طب استاذة، انا عندي اخر سؤال. انا حاسة ان انا زرت قبل كده دار الايتام بس انا عندي ملاحظة. خلينا برضو نتكلم على السلبيات عشان نعرف نحلها. الأطفال هناك لما بتروح مثلا، أو أي شخص بيروح يزورهم جايب لهم أي حاجة، هم البعض منهم طبعا تحسه مؤدب وكل حاجة بتعمل بأدب، وبعض تاني في بيستعملوا لغة غريبة يعني ما فيش أخلاق شوية، أو ما حدش يعني، أو ما فيش تربية يعني للأسف. فهم لا يعني ما يعيبهمش، للأسف هم ضحايا. فالأطفال دي برضو حاسب الدار عليه ولا احاسب مين؟ ما انت كده برضو بتطلع لي ناس للاسف مش اللي احنا بندور عليه. تمام، خلينا نقول ان احنا هي المسؤوليه مشتركه والمجتمع جزء من الموضوع. يعني هو الطفل في الاخر بيروح مدرسه بيشوف الكلام اللي حضرتك بتقوليه، بيروح ممكن ينزل يمشي في الشارع يشوف الكلام اللي حضرتك بتقوليه. الدار عليها طبعا مسؤوليه ان هي المفروض تقوم، بس في الاخر هي مسؤوليه مشتركه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بندمجه في بيئه مختلفه. احنا بدل ما هو قاعد طول النهار مع أربعة خمسة ستة اللي موجودين في الدار ما بيشوفش غيرهم، احنا بنودي له متطوعين، بنودي له مؤسسات مجتمع مدني، بنودي له انشطه طلابيه في الجامعات، بيشوف ناس مختلفه، ناس بيتعاملوا بشكل ممكن يكون ارقى شويه، فيبتدي يكتسب مهارات في التعامل، يكتسب قيم في التعامل تخليه ان هو ده مهم جدا. يشوف نموذج مختلف. تمام، عشان كده بنقول ان المجتمع مهم ان هو يشارك معانا في مؤسسات الايتام. حتى تمام. الاسم نفسه مصر بينا بكره احلى، زي ما انت قلت هي مسؤوليه كل واحد فينا. كل واحد في المجتمع، دي مسؤوليه مجتمعيه، كل واحد ليه دور. وفي النهايه ده احنا بنرتقي بالمجتمع كله. بحييك يعني جهد مقدر جدا. شكرا. مشكور جدا، وان شاء الله دول 800 نشوف الفتره اللي جايه اكتر من كده، مش بس في القاهره، في كافه المحافظات. اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا استاذ احمد سامي مدير مبادره مصر بينا بكره احلى. شكرك يا فندم. نروح فاصل يا محمد ونرجع نكمل بقى بعد الفاصل الفقره الاخيره بتبقى فقره معانا نهاوند في اخر فقره، جايزه الابداع العربي للشباب. دي جايزه مختلفه كده، طلعت من معرض الكتاب من ايام قليله، جائزه سعوديه، هنعرف تفاصيل اكتر عنها. جائزه الابداع للشباب العربي، خليكم معانا.